يا سلام، ولاد معكم ميس تيوكا مكلم الشام تاعنا. واليوم مش فيديو جديد، اليوم اعلان جديد. بون فيديو جديد هو، اما السوجي نتاعو اعلان، مش معناتها بروجي كتوتوريال ولا جيم بلاي ولا حكي. بون، حاب اقول لكم الاولاد اللي حلقة عمايل، الحلقة الرابعة باش تصور الجمعة الجاية. اليوم نهار الاربعاء، نهار الاحد، وبنسبة 90% باش تتصور نهار الاحد. بون، راني مش عارف انا شنو باش نعمل مازلت، اما اللي متاكد منه اللي باش تشوفوا برشا حوايج جدد. متاكد اللي باش تعجب كل واحد باش يتفرج عليه. نقول لكم انت ان شاء الله معناتها تعجبكم الحلقه. نهار التحدي ذي، بون، حاب اقول لكم ما تش نقرب لكم اكثر. فما زوجهم باش نصور معاهم، يا اما اللي مستين نصور معاه اللي هو رشيد باش يرجع، والا وذا احتمال ضئيل كبير بارشا، والا امين النابلي، واحد اسمه امين النابلي صاحبي زادا فوكيه كبير حاسي لو، اما امين النبي. وان شاء الله باش تلقاوها بحله جديده وديكور جديد وكل شيء جديد. حسنا حكينا بلغه البروفيسيونيل، ما منعش اراكم انتم عليا بروفيسيونيل ولا لا. حاسين ان شاء الله معناتها حاب اقول لكم ديدا، ورجعنا للعمايل ورجعنا للجو، خاطر العطله جات سي معناتها قعدوا نهارين هذوما كانوا في سمين بلوكي سمين كوليكشن، عبارة عطلة معناتها، عبارة عطلة عرفت دونك بوركوا بيت صورها وقتها معناتها. بيه تو نصيغ الحلقة، مش تكونش بدكم مش تكون سبب تبع ما نسيش لكم هذا الشيء، سبب كاع على الخبر هذايا الباهي، الباهي لكل متابعي عمايل. لا نتلاقى في الحلقة الجاية. سلام.